طبعا الاسبوع اللي فات كان سيكشن العملي عن النوتو، طبعا لو كتير وكان تون والباور وريفلكس. النهارده في السيكشن عن كرينيال نيرفز، طلعوا بقى ورقه فاضيه حاولوا تتابعوا معانا. هنمسك كل كرينيال نيرف وهنتكلم عنه بالتفصيل. طبعا في كرينيال نيرفز مش موضوع سيكشن النهارده، يعني في واحد من الكرينيال نيرفز من ضمن ال 12 مش هنشرحه، مش علشان حاجه، لان هو السكشن بتاعه جاي. هنقول الكلام ده بالترتيب، نمسك بقى اول واحد. كرينيال نيرف نمبر 1، طبعا احنا عارفين ان كل الارقام هتبقى بالرومان ليتر، الارقام الرومانيه القديمه. نمبر 1 طبعا كل الناس عارفه اسمه اولفاكتوري نيرف. اولفاكتوري، اولفاكتوري هو النيرف المسؤول عن الاسمنت، العصب المسؤول عن الشم. فهنبدا الجو اولفاكتوري بين قوسين سمنت، هو اللي مسؤول عن حاسه الشم المعين. طيب السؤال المهم، ايه النقط بقى اللي اعرفها على السمنت؟ تبقى معايا نقط بالترتيب. السمنت سنسيشن يختلف عن بقيه الاحاسيس في حاله. حد عارف؟ سلمس. كل السنسيشنز بتعدي على السلمس من ناحيه التراك ما عدا السمال لوحده. فهنكتب على السمال does not pass through the سلمس، ما بيعديش على السلمس، ودي الميزه المختلفه عنه. طب يا دكتور هو بيعدي عن طريق ايه؟ في حاجه اسمها كريبري فورم بليت. طبعا الكلام ده لسه ما خدتهوش المحاضرات، فانا عايز جنب المعلومه دي تكتبوا لي جنبها باس واي. الباس واي بتاع السمال هيتقال في محاضرات سبيشال سنس، محاضرات اللي الحواس الخاصه بتاعتنا. السؤال ده بيتسال في الامتحان، اه اكتبوا جنبه سؤال شبه. طبعا الكلام ده كان غريب ان احنا نقول من كذا سنه، كنا دايما بنقول للطلبه حاجه واحده، يا جماعه السمال ما تذاكرهاش لان هم صفحه او صفحتين في الكتاب مش فاكرين. لغايه ما جه استاذ من ضمن الاساتذه سال واحد في الامتحان العملي، قال له اشرح لي السمال باص وين على اساس النيرف اسمه ايه؟ والفاكتور. فاهمين قصدي؟ فده يا جماعه يتذاكر لما يجي مكانه. نيجي نقول النقطه الثانيه بقى في السمال. لو انا دلوقتي شامم حاجه وكل الناس اللي قاعده مش شماها، اقول لكم انا شامم ريحه عيش بيتحرق، وده كلام العيانين مش كلامنا. معنى الكلام ده ان ده اكيد يا دكتور بيتهيأ لك حاجه مش موجوده، مش معقوله كلنا عندنا مشكله في السمال وانت الوحيد اللي سليم. فنديله بقى نمبر بي، اولفاكتوري هالوسينيشن. يبقى الكلمه دي وهنتفاهم معناها. يعني ايه كلمه هالوسينيشن؟ هلوسه معناها بالعربي تهيؤات، بيتهيأ لي علشان ريحه معينه، زي الناس عارفين اللي بيجيلهم الصرع بيكون بيتهيأ له ان سامع صوت قبل ما تجيله الازمه، او شايف حاجه. طبعا كلها ليها علاقه. المشكله دي يا دكتور في ايه؟ المشكله في مين؟ هو بين قوسين ديزيز ان الليمبيك لوب. حد سمع عنه ولا كده؟ ايه الليمبيك لوب؟ في الاناتومي انتوا عارفين ان البرين بيتقسم لاربع فصوص، اربع لوبس. الليمبيك لوب ده عباره عن جزئين عندنا، بارايتال، عارفين البارايتال ده فين؟ مع ده البارايتال، والحته دي اسمها ايه؟ مع تمبرال. يبقى الليمبيك لوب هو اللي فيه المشكله، بارايتال اند تمبرال لوب، شامل حاجه اساسا ملهاش وجود. طب يا دكتور المصطلح ده هل ليه معنى تاني؟ ايوه اكتبه يساوي المعنى اللي انتوا لازم تكونوا عارفينه، باراسميا. اكتبوا دي بقى انها بتتساوي كشفه، باراسميا. معنى الكلمه دي ايه بقى؟ اسميا يا جماعه كلمه لاتيني معناها السمال، اسميا معناها الشم، بار دي معناها هالوسينيشن، هي الهلوسه الشمية. في اي مشكله؟
هيقول لك تعرف باراسميا؟ هتقول له ايوه ده اولفاكتوري هالوسينيشن. يلا بقى عايز الديفينيشن الثاني. طب لو واحد قاعد معانا ما بيشمش خالص هنسميها ان اصميا، وان معناها مفيش، انصميا. يعني الكلام ده بيتسال بقى مع العمل، تعرف الانصميا؟ اه نوسمن. باراسميا اه والفاكتوري هالوسينيشن. يعني صعوبه كده؟ دول النقط المهمه على التجربه. طب يا دكتور فين العملي بتاع النهارده؟ قول النقطه دي. النقطه الرابعه هنكتب بقى الجزء العملي هنعمله ازاي؟ العملي بمنتهى البساطه، والفاكتوري ده حاجه سنسوري ولا موتور؟ سنسوري طبعا. فهقول للعيان غمض عينيه، هنكتبها التيست اللي هنعمله لوس بوس ايز. لو سمحت انا عايزك تغمض عينيه. طب وبعد ما يغمض بصوا بقى انا هعمل ايه؟ هقول له يقفل فتحه من مناخيره كلوز وان نوستريل. فلازم المعلومه دي تتكتب. يعني ايه نوستريل يا جماعه؟ دي الفتحه دي، اقفل وان نوستريل وغمض عينيه. طب وبعدين؟ هاجي هقرب من الفتحه الثانيه حاجه يشمها، بس في شرط في الحاجه اللي هو هيشمها. اكتبوا بقى الشرط. الماده اللي انا هعملها سمل لازم الماده دي تكون نوت اني تنت. الكلام ده هو اللي بيجيبوا بيسمعوه. يعني ايه نوت اني تنت؟ ما تشمش حاجه تخليك تعطس. يعني انا قصدي ايه؟ حاجه اشمها، ما تعمليش سنيزنج. اشمها عادي واخد وقتي واشوف ايه هي. يبقى الماده دي لازم تكون ايه؟ نوت اريد. طيب من الاخر هنشممه ايه في الامتحان؟ حاجه ريحتها حلوه، نعناع. هو طبعا بيحبوا قوي النعناع. هنجيب نعناع ونشممه للعيان. طبعا في واقع الامر ما معناش نعناع، ولو حتى موجود مش هنديهولك علشان تعمل بيه التجربه، بس الكلام ده بيتسال كشخص. اشممه حاجه عاديه، القهوة، أي حاجة عادية مش شرط النعناع، بس حاجة ما تخليكش تعمل سنيزنج. كويس هو؟ يبقى أنا نرد نمبر 1 والفاكتوري نكتب بقى نمبر 2. يلا بقى نمبر 2 هنمشي بالترتيب ال 12. رقم 2 كلكم عارفين اسمه، اسمه اوبتيك نيرف اللي هو العصب البصري. يا جماعة الاوبتيك نيرف ده حطوه دايما واكتبوا جنبه في ثلاث سكاشن على الاوبتيك نيرف. اكتبوا جنبه 3 سكشنز. اوبتيك نيرف مش هشرحه النهارده. ليه؟ لان في الترم الثاني هيكون في كذا سكشن على الاوبتيك نيرف. اقول لكم ايه فكرته؟ لو انا جيت قربت ضوء من عينيه، عارفين يا جماعه الكشاف او قلم البطاريه، لو انا قربت ضوء من عينيه الفيو بتحصل لها ايه؟ هتضيق ولا هتوسع؟ هتضيق. الاوبتيك نير ايه علاقته بالموضوع؟ هو النير اللي بينقل الاحساس بالضوء. السكشن ده انا هرسم الباس واي، السكه بتاعه الفيجن. معايا؟ فده مش موضوعنا النهارده. ده ليه سكشنين ثلاثه. وفي حاجه اسمها مجال الرؤيه. يعني ايه مجال الرؤيه؟ فهمكم المواضيع اللي هتيجي في كلمتين. لو انا باصص قدام كده، انا باصص قدام ومثبت راسي حلو، وجي واحد وجاب قلم من الجنب هنا، هل انا شايفه؟ انا عندي حاجه اسمها مجال الرؤيه. يعني ايه مجال؟ في حاجه انا اشوفها، حاجه معينه لما عيني تكون بص عليها وراسي متثبته. يعني انا لو مثبت راسي وواحد جاب قلم من فوق راسي، هل انا شايفه؟ انا مش شايفه. ايه علاقه الاوبتيك نيرف بالموضوع ده؟ بالفيجوال فيل، في مجال الرؤيه، ليه علاقه؟ فهتكتبوا جنب الاوبتيك نيرف تطلعوا كذا سهم. اول حاجه علاقته باللايت العادي، وعلاقته بالفيجوال فيل او مجال الرؤيه. هو في سيكشن كمان عن موضوع تاني، بس انا بديكم فكره. الاوبتيك نيرف ده الفكره اللي هتاخدوها في السكشن الترم التاني. اكتبوا لي بقى رقم 3. هنقعد بقى في ثلاثة ده كتير. ده الاوبتيك نيرف هو مؤكد
طيب رقم ثلاثة، حد عارف كان اسمه ايه؟ بالظبط هتكتبه بقى اسمه اوكيولو موتور نيرف. الاوكيولو موتور يا جماعة مش هندرسه لوحده، هندرس ثلاثة وأربعة وستة كام نيرف. طب ليه بندرس الثلاثة مع بعض؟ عشان نتكلم على actions of extra ocular muscles. من قصدي ايه؟ يلا بقى نتكلم على الجراني ثلاثة. قلنا اسمه طبعا هنقول الكلام ده بالتفصيل. هنتكلم على أربعة تقول اسمه هو التروبيال نيرف، ورقم ستة هو الأبديوسنت نيرف. الثلاثة دول دايما بيشتغلوا مع بعض ان هو بيحركوا اكسترا اوكيولار ماسلز. خدتوها في الاناتومي. طب احنا دورنا ايه النهارده بقى في السكشن؟ عايزين نحرك عين زميلنا في اتجاهات مختلفه علشان نشوف هل النيرفات دي سليمه ولا لا. طب علشان نقول الكلام ده صح عايزكم ترسموا بقى معايا الرسمه اللي جايه. بصوا بقى الرسمه اكيد انتوا عارفينها من الاناتومي. ارسموا لي الاي كده كبير. يلا يا جماعه ارسموا الاي وهرسم ادي النوز. تخيل وادي النوز هنا مثلا، دي العين الشمال مثلا. المهم حلاوه الرسم، المهم النفس الرسم يا جماعه. ده الاي ما بيجيش معانا الرسم على فكره. الاي هنا بتتحرك، ده ميديال ولا ده؟ يبقى اكتبوا على السهم ده ام، ده ميديال. يعني اتحركها ميديال عشان نعملها عملي. هعملها على نفسي فكرة بسيطة، هجيب العيان وهثبت راسه وهقول له غمض مثلا العين اليمين، انتوا معايا ولا لا؟ هيغمض العين اليمين وانا مثبت راسه ليه؟ عايز اعمل فيكسيشن. هقول العمل دلوقتي. هجيب القلم بتاعي احرك القلم في الاتجاه ده، في اتجاه ايه؟ ميديال. مين الموصل اللي بتحرك عينيه ميديال؟ ميديال ريكس. ميديال ريكس. فهتكتبه تحت كل اتجاه اسم المصل ميديال. ميديال ريكس. هقول له حرك عينك لبره. لبره يعني لاتر. بصوا كده لبره لاتر ناحيه اي بون دي؟ تمبر. يا جماعه تمبر. تمام. لو بيحرك عينه لاتر يبقى اسم المصل ايه؟ لاترال ريكس. لاتر في صعوبه؟ دول يا جماعه الاتجاهين ميديال ولاتر. في بقى حركة ذكية ممكن تعملها في امتحان العمل. بصوا بقى ازاي. مش انا حركت عينه ميديال كده وانا بحركها ميديال، احرك القلم لتحت. لتحت ولجوه. يعني ايه لتحت ولجوه؟ تعملوا لي السهم كده لتحت. يعني انا حركت القلم ميديال. هجيب حد من زمايلكم الولاد ونعمل عليه تجربة دلوقتي وانتوا هتشوفوا انا هعملها ازاي. انا حركت القلم ميديال وديته ميديال، بعد كده انزل القلم فين؟ لتحت. بصوا عليا انا عينيا اتحركت فين دلوقتي؟ داونورد ولا ابورد؟ وانورد. مش ده جوه؟ حتى بتوع الاناتومي بيقولوا داونورد واد ضغط. سيبكم من الكلام المعقد ده. عيني اتحركت لتحت ولجوه كاني بقرا، صح؟ لما نيجي نقرا عينيك بتتحرك داونورد اند انورد. فالسهم اللي تحت ده اكتبوا عليه داون وان. احنا بنحب كفسيولوجي نقولها بالطريقه دي. طبعا مش بنسالكم في الامتحان عن الاكشنز بتاعه المصل. في شغل بقى الاناتومي ازاي نحرك الاي بول والاوريجن ونقربها من الانسرشن والكلام الرخم ده. احنا كل اللي يهمنا المصل الفلانيه بتشغل العين ازاي. طب لما حركها لتحت لجوه اسم المصل ايه بقى؟ سوبيريور اوبليك. حطوا عليها دايره. سوبيريور اوبليك. انا فاهم اللي اتقال في الاناتومي ايه؟ سوبيريور اوبليك دي اللي بتخليك تبص على الكتف. ليها اكشن تاني. يا جماعه خليكم معايا. كل اللي انتوا عايزين تقولوه احنا عارفينه. اسمها سوبيريور ايه؟ اوبليك. واكتبوا جنبها بقى بالعربي عضله القراءه. مصل اوف ريدنج. دي يا جماعه المصل اللي بتخليني اقرا. عضله القرايه اسمها ايه؟ سوبيريور اوبليك. برغم اسمها سوبيريور بس بتحرك العين لتحت. تيجوا نعمل العكس. ايه العكس يا دكتور؟ نحركها لفوق برضه لجوه ولا لا؟ يا جماعه ناحيه النوز. يعني ايه فوق ولجوه؟ عينيا تتحرك كده
ناحيه النوز لفوق ولجوه. يبقى بالعكس عكس سوبيريور ايه؟ يبقى اكتبه انفيريور اوبليك. ده بمنتهى البساطه. ناقص لنا اتجاهين، احرك عيني لفوق والبرد. يعني ايه upward and outward؟ بصوا بقى انا مش كده حركتها لاترال كده لاترال ولا لا؟ يا جماعه لاترال اهو لاترال بس، وانا محركها لبره عيني بتتحرك لبره. هيجي زميلي ويجيب القلم ويحركه في الاتجاه لفوق، فبقت لبره ولفوق. شايفين المنظر ده؟ دي اسمها ايه بقى؟ superior rectus. لبره حضرتكم تحفظوها ازاي في الاخر؟ لبره ولفوق اسمها ايه؟ superior rectus. طب تيجي بقى نعملها لتحت ولبره، داونورد واوت، دي اسمها ايه؟ inferior rectus. في اي صعوبه؟ نقولها كده، نجيب حد من زمان اسمه ايه؟ هنجيب يا جماعه زيكم ايهاب، مش هناخد بالظبط دقيقه واحده، هوريكم هنعملها ازاي عمل عشان تبقى الموضوع سهل. بص يا ايهاب هنعمل ايه؟ بصوا بقى يا جماعه العملي، ركزوا بقى معايا، لحظه الحسم هو العملي. هنيجي نعمل ايه؟ بص اول خطوه بايدي الشمال مثبت راسي ولا لا؟ هي يا جماعه فيكس زهد. طب انت ليه بتثبت؟ لان انا مش عايز ان هو يرفع حواجبه ويتابع حركه القلم، ده انا عايز القلم يجي في مستوى بصرك. معايا ولا لا؟ اهو غمض عينك الشمال يا هاني، بصوا صح غمضها فيه، وادي انا هشتغل على عيني اليمين. افتح عينك بس كويس، بصوا بقى على الاقل انا هعمل ايه؟ قلم اهو كده تتحرك. ايه يا جماعه؟ هما ميديان ولا لا؟ طب وكده؟ شايفين عينيه بتتحرك، بصوا على عينيه، ما تبصوش على القلم. نقولها ليه؟ لان الناس باصه على القلم. لا يا جماعه لا، بصوا كده ايه؟ كده ميديا. بصوا الحركه السهله مش كده ميديا؟ وانا في الميديا لا اعمل ايه؟ اقعد. شايفين اقعد وانور اه ولا لا؟ طب وكده؟ داونورد وانور، ارجع تاني. طب وكده ايه؟ طب وكده؟ اقعد واوتورد اهي بره. طب وكده؟ داونورد واوتورد. فاهمين انا قصدي ايه؟ يبقى هي دي المنظر. احنا بقى واحنا طلبه بنعملها ازاي؟ بصوا وانا عندي الميديال فوق وتحت، فاهمين قصدي؟ اجي لاترال احرك فوق وتحت، فييجوا في الامتحان يسالوكم سؤال رخم جدا مش موجود في الكتاب بس عرفناه من اساتذتنا. اسم التيست ايه؟ مش انت حركت العين في كل اتجاه؟ تبقوا زنين ومسدسه. يا جماعه السؤال ده سؤال مش موجود في كتاب العملي، ده ان ضلع. هتلاقوا السؤال ده من خبراتكم، والله ما ولو دورتوا مش هتلاقوه، احنا عرفناه سامعي. يا جماعه لو حرك العين كانه حرف ايه؟ يا جماعه اتش في فوق، شايفين الحركه دي؟ فاسم التيست ايه؟ اسمه اثنين، اتش تيست. طبعا دي الثلاثه، والاسم الثاني بتاعه بقى ايه؟ فينجر فولو تيست. طبعا السؤال اللي بيحير الناس، يا دكتور فينجر ازاي؟ هو بنتتبع اوبجكت. هما كانوا زمان بيعملوها بالصباع، ان انا احرك الدكتور يحرك صباعه، هي نفس الفكره. وانت دورك تلاحظ وتتتبع الاوبجكت. هي صعوبه؟ مش ده العملي؟ اهم حاجه فيكس ذا هيد يا جماعه، دي مهمه. طب هيسالني ايه بقى على التجربه؟ السؤال السهل، كل الماسلز اللي اتقالوا الستة ماسلز اللي احنا قلناهم سبلايد بأي نيرف من التلاتة؟ اوكي نقول، فاكتبوا لي بقى الجملة اللي لازم نبلوزها النهاردة، جملة الأناتو، وأكيد كل الطلبة عارفينها، جملة بتتكرر كتير، إيه بقى؟ هتكتبوا لي كده، all extra ocular muscles supplied by ocular ما عدا مين؟ لو اكسبت اثنين، هقول ليه؟ قول اكسترا اوكيولار ماسلز سبلايد باي اوكيولار مود اكسبت اس او 4 وال ار 6. دايما دكاتره الاناتومي يكتبوا الكلام ده، يعني ايه اس او؟ سوبيريور اوبلي سبلايد باربعه، مين اربعه؟ تروكيولار. طب وال ار؟ لاترال ريكتس سبلاي باي ستة، مين كرينا نيرف ستة؟ أبدوس. أبدوس، فاهم المشكلة؟ يا جماعة دي معلومة أناتومي. السؤال بقى ممكن يجي ازاي في الحتة دي بقى عملي؟ تبقى سؤال عملي.
انا عايزكم تكتبوا بنفس الطريقه اللي بقول بيها مش غلاسه، عشان تتخيل هو ممكن ايه اللي يحصل. ممكن من الاول يقول لك ايه، انا عايزك تو اكزامن التروكليار نيرف، بكتبه سؤال عملي يا ابني اكزامن ذا تروكليار نيرف، يعني هو عايزك تختبر نيرف رقم 4، يبقى تختبر انهي ماسل سوبير الاوبلي اللي بتحرك العين ازاي داون اند انورد. طبعا عيب قوي لو طالب اتسال السؤال ده يقول له بص استنى بقى، انا لازم اجيب الست اتجاهات، هو عايز السته ولا عايز دي بس؟ دي بس دي اسئله. طيب اكتبوا بقى لو ده اخر سؤال بقى، اخر سؤال عشان الموضوع احنا مش بنقول نظري كنظري، لان موضوع الكرينيال نيرفز اساسا مش موجود في كتاب النظر، ده موضوع عمل. السؤال بقى بيجي ازاي؟ اكتبوا بقى السؤال، ليجن الاوكيولو موتور نيرف، لو اتقطع الاوكيولو موتور نيرف تفتكر ممكن يحصل ايه؟ لا لا عايز اسمع جماعه ارائكم عشان نشوف الموضوع ماشي ازاي. اتقطع الاوكيولو موتور يلا نقفل على الجول، لو اتقطع الاوكيولو موتور هيحصل حاجتين في منتهى الاهميه. قبل ما تيجي تفكر اوكيولو موتور ده سمباثيك ولا بارا سمباثيك؟ يا جماعه بارا سمباثيك بتاع زمان بتاع الكترونيك، بارا سمباثيك. البارا سمباثيك بيعمل ايه في حدقه العين؟ بيضيقها ولا بيوسعها؟ يا جماعه بيضيقها، مش البارا سمباثيك بيضيق. طب تخيلوا ان البارا سمباثيك ده اتقطع، فبالعكس يحصل ايه في البيوبل؟ توسع. فاكتبوا نمبر 1 بيوبل دايليشن. طب اكتبوا دي اول حاجه حضرتك، البيوبل هتوسع لان العكس حصل. اول ما تقول له بيوبل دايليشن فيقول لك اسمها العلمي ايه؟ مدريس. اسمها العلمي فيها اسم علمي مدريس، عكس ملوس مدريس. مدريس صح، هي مدريس. طبعا انت قلت مدريس هيسالك سؤال ادخل يا ابني، مدريس ليها نوعين، حاجه اسمها اكتف وحاجه اسمها باسيف، يعني ليها نوعين، حاجه اسمها اكتف مدريس وحاجه اسمها باسيف مدريس. طب يا دكتور ايه الفرق بين الاثنين؟ عشان نعرف الفرق بين الاثنين هتعرفوه في سيكشن اسمه لايت ريفلكس. ما تتقلقوش انا برضه الاول، يعني انا عارف ان انا دي لو قلتهاش هقوله في السكشن برضه، بس انا ليه مش هقوله النهارده؟ لان انا علشان اقوله لازم اجيب الموضوع من اوله، فاهمين انا قصدي ايه؟ فاكتبوا جنبها ده يؤكد السكشن ده لايت ريفلكس. ده سؤال الدكتوره هدى، كل استاذ عندنا ليه سؤال بيحاول. تعرف يا ابني الميدريزس انواعها ايه؟ فالولد اللي اتسال السؤال ده قال لها ايه ده هو ليها انواع؟ قالت له ايوه اكتف وباسف، وشوفوا بقى الجبروت، يعني هو مش عارف انواع الميدريزس وهي قالت له اكتف وباسف. بصوا السؤال اللي بعده، قول الفرق ايه بين الاكتف والباسف؟ طب هو اول مره في حياته يسمع ان في اكتف وميدريزس وباسف. دي يا جماعه على فكره كانت هي بتقولها في المحاضرات، ما تقلقوش السؤال ده مشهور جدا. يبقى دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بصوا بقى، اسالكم سؤال، لما انا دلوقتي بالنسبه لكم ايهاب وهم مغمض عينيه وحتى عامل على نفسي فجاه جبت قلم، لكن من غير مغمض انا باصص لجماعه لغايه الباب هنا، جبت قلم فجاه قصاد عيني علشان عيني تشوف القلم ده صوره واحده، تعمل ايه؟ مش لازم احوله زي ما بيقول كده بالبلدي، دي احوله يحصل كونفرجنس ولا لا؟ يعني انا باصص عايز اشوف صوره واحده، فلاقي عينيا الاثنين لازم تدخل مع بعض. بصوا بقى اكتبوا النقطه الثالثه، لازم يا جماعه يحصل ايه بقى؟ لازم يحصل كونفرجنس اوف بوث ايز. اكتبوا بقى دي، اكتبوا نورمالي. نورمالي ذا اوكيولو موتور نيرف بيعمل ايه للعينين؟ اكتبوا كونفرجنس. يعني ايه كونفرجنس؟ مع انتقاء، لازم التو ايز يتجمعوا كده مع بعض. طب يا دكتور ليه برضه ما اقتنعناش؟ انت علشان عينيك الاثنين تدخل لجوه وتبص على اوبجكت واحد، مين اللي اشتغل؟ انهي ركز؟ ميديا. يا جماعه الميديا
والميديا في القاعده بتاعتنا سبلاي بانهي نيرف؟ اوكيموتو. يبقى لو اتقطع الاوكيموتو في كونفرجنس، الاجابه لا، فما يحصلش كونفرجنس، فيحصل لك الحول ده. اسم الحول ايه؟ لاترال سكويند. يبقى مع سكويند دي الكلمه الجديده لا، يبقى رقم اتنين يحصل لك سكويند. سكويند يعني حول. هسألكم سؤال بره الموضوع وربنا يستر وتعرفوا الاجابه بره بسولوجي. شفتوا واحد قبل كده عامل حول؟ لا يا جماعه، في المسرحيات بتاعت زمان، فاكرين في مسرحيه كان اسمها المتزوجون بتاعت زمان؟ كانت في جد موجود على اللوحه، الراجل ده عنده سكويند، فاول ما تشوف اللوحه دي ده سكويند. سكوينت يعني ايه كلمه سكوينت؟ لو واحد عنده حول، هتلاقوا العين دي، لو انا عندي حول عارفين يعني ايه حول؟ هتيجي تقربي قلم من عينيا فجاه، العين دي تروح ايه؟ لاترال. لا، الميديا ريكتس بايظ. بايظ. طب اشمعنى يا دكتور تروح لاترال؟ لاترال. مين اللي شغل اللاترال ريكتس؟ ابدوس. مع سته ابدوس. وهنا سليم، عين دي تتحرك لاترال وعين دي تتحرك ميديا. طب ايه خطوره الحول علينا؟ هتشوفي الاوبجكت الواحد كانه اثنين. كمان اللي هتعرفوه بعدين، لان اي حاجه انت بتشوفها لازم يحصل لها حاجه اسمها فيوجن. عارفين ايه فيوجن؟ يعني انا عندي كورتكس يمين كورتكس شمال، بشوف القلم ده يا جماعه صورتين في الاول من غير ما تحس، وبعد كده الصورتين دول يتركبوا على بعض كصوره واحده. لكن لو انت ما عندكش الحكايه دي هيحصل لك حول، والحول اللي يؤدي لايه بقى؟ شايفين سكويت؟ اكتبه سهل بقى. سهل معناها ليدز تو ايه بقى؟ الحول يعمل لك زغلله. كلمه زغلله معناها هشوف الحاجه اتنين، فبيسموها عندنا دي لوبيا. داي لوبيا يعني ايه داي؟ اتنين. يقول لك انا شايف القلم صورتين، ده قلمين. نقول له مبروك عندك سكوينت، والسكوينت نتيجه قطع النيل. اوكيو موت بالطعم يعني بنقولها بهزار عشان تتخيل، في صعوبه؟ طيب ايه يا دكتور ممكن نسال تاني في الاي؟ حاجه هقولها بتاخدوها في المحاضرات دلوقتي. اسالكم سؤال، العين ممكن تتحرك بحركه مميزه. انتوشن لورا وقدام عارفين بتنعش. نستجمس. بالظبط، سمعتوا عن نستجمس؟ اه ولا لا؟ نستجمس دي تاخدوها في محاضرات الغايه فانكشنز، وخدتوها كمان مع السيريبلوم، مش موضوعنا دي. طب ايه السؤال اللي احنا بنحضره بقى علشان نبقى مذاكرينه؟ اي موفمنت. دي مهمه جدا يا جماعه. يعني ايه اي موفمنت؟ بما اني التجربه في العملي على حركه العين، صح؟ ايه السؤال اللي ممكن يسالهولي في الامتحان؟ قول لي حركات العين، يعني العين ممكن تتحرك ازاي؟ اكتبوا بقى معايا الاجابه بتاعتنا. اي موفمنتس هتكون نمبر 1 نستجمس. وعلى فكره نستجمس دي ممكن تبان بشكل عادي، طبعا نستجمس يعني هو ده موضوع اتقال مع السيريبال، بقول لك معناها ايه بقى نستجمس؟ اكتبوا معنى نستجمس. موفمنت اوف ذا اي فورورد اند باكورد. حركه العين فورورد لقدام والورا، يعني تلاقي العين العيان ده بترعش. عارفين الرعشه؟ العين مش ثابته، مفيش اتزان. بتروح ورا يعني مش بشوفها؟ لا يعني لا بتشوفيها، انا قصدي يعني بتروح ورا. بتروح وترجع. عارفين زي حركه البندول يا جماعه؟ بتهتز ما بتثبتش. طب اسالكم سؤال بره الموضوع، هرجع للموضوع تاني. لو انا راكب قطر عادي والقطر ده بيتحرك، هل يا ترى وانا باصص من شباك بتاع القطر هل عينيا بتفضل ثابته؟ ولا تلاقوا عينيا بتتحرك لورا بتبع العواميد اللي سابتني والعواميد اللي جايه؟ حركه القطر ازاي؟ القطر ماشي يا جماعه خط مستقيم، فتلاقي عينك بتتحرك ازاي؟ لورا وقدام، ودي حاجه اسمها فيسيولوجيا، يعني عينيك بتتهز اهتزاز طبيعي نتيجه حركه القطر. حاجه اسمها بالانس، دي قصه ثانيه. هنبقى نقولها في سيكشن اسمه سيريبلوم. لسه يا جماعه انتوا قاعدين معانا ما تقلقوش، بس احنا بنحاول نفتح الكلام.
دي نمبر 1. تقولي بقى نمبر 2، الاي موفمنت الثانيه، وانت بتيجي تقرا اي حاجه بسرعه، لو انت الامتحان داخله 5 دقائق في لجنه الامتحان، طبعا كل الطلبه بتكون قاعده بره حين الكتاب، عينيه مش بتتحرك بسرعه على الكلام ولا لا، عينيه بتتحرك بسرعه ويقلب يلا مفيش وقت. حتى الناس بيقولوها بالبلد ايه؟ بيقول لك نطط عينيك، حرك عينيك بسرعه، اقلب يلا. بيسموا حركه العين بسرعه ساكنك اي موفمنت، رابد اي موفمنت، عينيا بتتحرك باقصى سرعه ممكنه. الورقه دي ما تاخدش اكتر من دقيقه بسرعه، واقلب على اللي بعدها. دي انواع من الاي موفمنت. انتوا معايا ولا لا؟ ايه اللي جاب السيره برضو؟ عشان ما تبقوش قاعدين مستغربين، التجربه هي اللي بتقول كده. يا ابني مش ده اي موفمنت؟ حضرتك قول لي ايه هي انواع الاي موفمنت؟ اكيد انتوا جربتوا الطريقه دي السنه اللي فاتت، نفس الفكره. يا اسامه يلا بقى، انا فوتت كامل. انا قلت بص، واحد شرحت، واثنين يؤكد، ثلاثه واربعه وسته مع بعض، فين خمسه؟ اكتبوا لي خمسه. هو السكشن ده بقاله بالظبط تلت ساعه وينقص، سكشن سريع لان في حاجات كتيره مؤجله في ورق او معلومات محدده. بصوا بقى، رقم خمسه، رقم خمسه كلكم عارفينه من الالجن، اسمه ايه؟ تراي جينال نيرف. دكتور ممكن القلم الازرق؟ تراي جينال نيرف. هسال الناس اللي قاعده سؤال جريء، خدتوا تراجينال ولا لا؟ خدتوا تراجينال كام ديفيشن؟ بسال سؤال اهبل اهو، تراي ثلاثه، ده اسمه ايه؟ طب ده منزله، يا جماعه الجزء بتاع المنزله طبعا مش هسالكم من فين لفين، ما يهمنيش الحته دي، اوبسالمك العين ودي المنزله. طب واللي تحت؟ منديبر. ما عدا مين؟ ما عدا الانجلا اوف ذا مانجو. يا جماعه الحته دي اوعى تقرب منها. طب ليه ما قربش؟ لانها سبلايد بانهي نيرف؟ جريت اوريكولار نيرف. ولا لا؟ تقريبا على ما اتذكر سي 2 3 3 مش هنخلص بعض دي. ده كويس ان انا فاكر، يعني جريت اوريكولار نيرف كده. في اي صعوبه؟ طب يا دكتور ايه دورنا في العمل؟ اقول لكم على طريقه كنت انا بعملها زمان وانا طالب عشان افكر نفسي. تراي جيمنا مش هو 3؟ بصوا بقى، 3 اكتبوا لي 3 4 5، اكتبوا لي الشرطه دي وانا هفهمكم المعنى. اكتبوا 3 4 5. يعني ايه 3 4 5؟ 3 معناه ان هو كام ديفيشن؟ 3 ديفيشن، ولا لا؟ طب و4 يعني ايه؟ هنعمل عليه 4 تيست. يعني الترايجينال نيرف انا هختبره بكام تيست؟ 4. طب و5؟ ده رقم النيرف. مش هو رقم 5؟ يتكون من 3 ديفيشنز وهعمله كام تيست؟ أربعة. عشان تفتكر 3 4 5 مع نفسك، مين هم الأربعة ديسك؟ اكتبوا بقى بالترتيب. الأربعة ديسك، أول ديسك فيهم كعنوان سنسوري تيست. هنعمل اختبار سنسوري للتراي جينال نيرف، وهتشوفوا إزاي هيتعمل. يبقى نمبر 1 نكتب العنوان سنسوري تيست. أرجعكم للذكريات للسكاشن اللي في أول السنة. ايه هي قواعد السنسوري اكزامينيشن؟ هفكركم بالقواعد. اول حاجه هشرح للعيان اللي انا هعمله، صح؟ هشوفك بدبوس، هلمسك بقطنك، كلام بتاع زمان. تاني حاجه هقول له يغمض عينيه. تالت حاجه كنا بنطلب ايه؟ اقفل ايدك وابتدي من بره لجوه، صح؟ همسك الدبوس من ديستال لبروكسيمال. انا هنا ما بتكلمش على الايدين، بتكلم بقى على ايه؟ على الفيس. تعالى يا هنا هنجيب سكوت هنا فين؟ حد يا جماعه معايا دبوس او حتى دبوس طرحه؟ طبعا هو المفروض يبقى الدبوس العادي. طبعا هم هنا ما وزعوش دبابيس. الناس اللي عندنا اساسا في السكشن مفهمين ناس قزاز قوي. يا دكتور هو السكشن ايه بتاع الاسبوع الجاي؟ هتعوزوا دبابيس ومطرقه وقطن ولا دبابيس وقطن بس؟ لا هم لوحدهم. بصوا مش مشكله يا جماعه، الدبوس بيتمسك ازاي؟ من فوق ولا من تحت؟
بصوا بقى طريقه المسكه في العمل، همسكه فروم ذا ميدل. شايفين انا عملت ايه؟ ما بين انهي صباع؟ صمب وده اسمه ايه؟ والميدل. طب والاندكس؟ على فوق على راس الدبوس. ليه المسكه دي صح؟ لو انت ماسكه من قمته هتبقى نازله الدبوس جامده جدا، هتعور البيشنت. الهدف انه يحس بس بالشكل. تعالى دلوقتي اهي بصوا هنعمل ايه؟ انا هشكك بدبوس وشك. طبعا مش شكه جامده، ما تقلقش، شكه يعني هبله قوي. دورك تقول لي بصوا بقى اللي انا بعمله دلوقتي هو اللي انتوا هتعملوه. يا جماعه في شفوي بيني وبين العيال، والدكتور قاعد بيراقب اللي انت بتعمله. وتقول لي لما الاحساس بالشكه يتغير قول لي، اكتبوا الكلمه دي. يا جماعه انا مش بهزر، الكلمه دي مهمه. اسال زميلك لما الاحساس بالشكه يتغير. طبعا انا قاصد اقولها بالعربي ليه؟ مش if the sensation of the pain changes tell me. احنا مش في اوكسفورد. لما الاحساس بالشكه يتغير، ده اللي انت هتقوله في الامتحان. طب ليه لما يتغير؟ طلبه بتغلط غلطه وحشه قوي، يقول لزميله ايه؟ بصوا بقى حصلت في السكاشن قبل كده. حاسس؟ حاسس؟ حاسس اكيد يعني يفضل يكمل عارفين الدرماتوم كله. الكلام ده اساتذتنا نبهونا انه غلط. ليه؟ اوعى تدي للعيان سؤال يقول لك او لا، لازم تحطه في اختبار. العيانين اللي في مصر متعودين على حاجه، حاسس اي اجابه بنعم، يعني اي حاجه بيقول عشان يريحك. انت عايز تشوف هو فعلا حاجه اتغيرت ولا لا، انت معايا؟ عشان هو اكيد هيتعود هقول خلاص. لا، قول له لما يتغير قول له. بصوا بقى انا هعمل ايه؟ هشوفك بالدبوس دلوقتي، هتغمض عينيك. افرضوا ايهاب ما غمضش عينيه، صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ ده سنسور هيشوف ان في ايه دبوس. خلاص لازم انا بقول له غمض عينيك من الاول وانا مجهز يا جماعه الدبوس معايا من غير ما يشوف. بصوا بقى هعمل ايه؟ ركزوا بقى معايا. مش احنا كنا بنعمل فروم ديستان تو بروكسيمال؟ المره دي انا هعمل ايه؟ ده الجزء بتاع الكورسال. بصوا همشي من فوق لتحت. لما نغير قول مين انا بعمل ايه؟ يا جماعه مش الجزء الاوكسال اليمين وجنبه الجزء الاوكسال الشمال. انا هعمل ايه؟ هخلص الاوكسال اليمين من فوق لتحت، خلصته ادخل على الاوكسال يا جماعه الشمال. بعد كده هعمل ايه؟ كومبير ولا لا؟ يا جماعه اقارن نفس قاعده السنسور. اقارن ازاي؟ اقول له حاسس دي زي دي. شايفين؟ فاهمين الفكره؟ نفس الكلام فين؟ مجزلة. نفس الكلام مانديبولا، ما عدا انجل اوف ذا مانديبولا. كده يبقى دي اول حاجه سنسور. في اي صعوبه اكتبوا نفس قواعد سنسوري اكزامينيشن. يا جماعه القصه لازم تبقى بنظام. يعني ايه لما تتغير؟ يعني ايه لما تتغير؟ ساعات انا كدكتور نزلت الدبوس بتاعتي على وش العيان ممكن مره تبقى ضعيفه شويه، يعني انا ايه وانا باجي بنزل انا خايف اعوره، ممكن السن ده ما يلمسي السكين او يلمسه لمسه خفيفه او ضعيفه، ما توصلوش للفايرنج ليفل. عشان كده انا كدكتور بحاول اوحد الشكل، احاول اوحد الاستيمولس. فاهمين انا قصدي ايه؟ ممكن يكون الغلطه مني انا، مش شرط ان يكون عندي. يعني اقول لما تشينج يعني يقول لي قوي او ضعيف. هو ده الهدف الفني يقول لي كده يعني. يلا يا جماعه بقى رقم اتنين في السنسور، اسال سؤال وتجاوبوني عليه من الاناتومي. هل في كرود تاتش في الفيس ولا لا؟ صح، كلامها صح. اكتبوا بقى معلومه وتتبروز النهارده. There is no no. انا بزعق لان دي نقطه مهمه. كرود تاتش ان ذا فيس. ازاي يا دكتور؟ طب انا بحس باللمسه في وشي، اي لمسه عند ايهاب او عندي ده في لمسه، في لمسه في وشي. اي لمسه في الوش اكتبوا فاين تاتش. اي لمسه فاين مش كرود. طب لما سالنا دكاتره الاناتومي ليه الكلام ده صح؟ قالوا علشان التاتش يمشي في الفيس او يوصل تحس باللمسه في الفيس لازم يعدي على جانجليون اسمها ترايجيمينال جانجليون، حتى اسمها الثاني متهيألي جازيريان جانجليون، مش مهم. ترايجيمينال جانجليون دي ب
بيعدي فيها مين؟ الفاين تاتش. طب الكرود تاتش في الاناتومي بيعدي في انهي تراكت؟ دورسال كولون او فنترال. دورسال كولون صح؟ او فنترال سباينال. والفنترال سباينال سلامي. انتوا معايا ولا لا؟ يبقى اي لمسه في الوش ايه؟ فاين تاتش. في اي صعوبه؟ مفيش كرود. فاين برضه. اي لمسه فاين. صعبه؟ ممكن نعمل التيست اللي انتوا عارفينه بتاع التمبريتشر. فاكرينه بتاع السكشن؟ هخلي ايهاب يغمض عينيه واجيب تو تيست تيوبز. يا جماعه انبوبتين، انبوبه دافيه وانبوبه ثانيه ساقعه، ويقول لي مين فيهم ادفى ومين اسقع. فين الكلام ده؟ بس يعني بامانه هم ما بيجيبوهوش في العمل، يعني التيست تيوبز دي مش قوي، يعني ما بتجيش كتير. يبقى دي اول حاجه اساسيه. نقول العنوان الثاني. اتفقنا كام تيست؟ أربعة، عشان أنا بقوله ملتزم بيه. وان سنسور. هو ليه هنجيب بتاعنا؟ علشان أشوف التمبريتشر سنسيشن عندي، الحرارة نفسها، هل بيحس بفرق في الحرارة ولا على الفيس؟ كان طريقة ريسبتورز مش أكتر. بس إحنا ما بنلجأش ليها كتير. رقم اتنين بقى أكتبه موتور إكزامينيشن. ترايجيمينال نيرف من خلال معرفتكم بالأناتومي ميكسد نيرف ولا لا؟ ايوه بيشيل سنسيشن وبيعمل حركه. مين هم المسلز؟ سبلاي بول تريجيمينال. الجمله اللي الطلبه دايما بتقولها مسلز اوف ماستيكيشن. تيجي تساله مين هم الماستيكيشن؟ معاك ربنا بقى. انا ما يهمنيش مسلز اوف ماستيكيشن. اكتبوا الاسامي يلا بقى. مين هم المسلز؟ عشان لسه هنكمل عليك الموضوع. انت قادر كده بقى. بصوا بقى مين يا جماعه هم الموسلز بتاعتنا اوف ماستيكيشن؟ يلا. نمبر 1 اكولي تيمبوراليس، عضلات المضغ يا جماعه التيمبوراليس نعرفها. ورقم 2 موسل اسمها ايه؟ ماسيكا. طبعا في رقم 3 في موسل ثالثه تيري جوينت. طبعا في موسلز كتيره بس دول اللي انا هلجا ليهم كاكزامينشن. بصوا بقى تيمبوراليس ومسيتر وتريجور. بص انا هعمل ايه دلوقتي؟ تعالى اهي بص هعمل ايه؟ طبعا هنا مش لازم يغمض عينيه. هقول له يعمل الحركه دي. بص بقى جز على اسنانه. لما يجز على اسنانه انا همسك الماسل دي ما بين ايديا. دي اسمها ايه يا جماعه؟ تيمبوراليس. يا جماعه مش هتمبورال بول؟ امسك التيمبوراليس. طب ايه اللي انا استفدته لما انا مسكته؟ هو التيمبوراليس ده مش سبلاي للترايجيمينال؟ نفترض الترايجيمينال عند ايهاب هنا اتقطع، المصل دي هتبقى سليمه ولا اتروفايد؟ ضامره. يعني ايه ضامره؟ هنلاقي المصل دي داخله لجوه. عارفين العظمه دي؟ لا، في ضمور، وده بيبان على فكره بالعين. يعني بالعين كده لو انا بصيت على جنب راسه انا شايفها. امال انت ليه بتمسكها؟ عايز احس قوه المصل. طب جز تاني على اسنانك. وهو بيجز همسك المصل دي. كلكم يا جماعه حسوها على شكل في مصل طوليه لونجيتيودينال اهي. اهي يا جماعه دي اسمها ماسيتر. دي اسمها ايه؟ ماسيتر. طبعا عمرنا ما هنسالكم اوريجن وانسرشن، مش شغلتنا. يهمني ده تيمبوراليس وده ماسيتر. ناقص لنا مين بقى؟ تيريجويد. قالوا ان في لاترال وميديال تيريجويد. في مصل بتفتح الفك ومصل بتقفله. هعمل انا ايه دلوقتي على ايهاب؟ اول حاجه بصوا انا هعمل ايه؟ احط قبضه ايدي. ركزوا معايا يا جماعه في العمل. قبضه ايدي اهو تحت الفك بتاعه، ثبت راسه. انا قافل الجو. هقول له لو سمحت حاول تفتح بقك. بيفتح بقه اجينست ماي هاند. يا جماعه ده تون ولا باور؟ باور صح. فتيجوا عند التريجويد وتكتبوا كده اسك ذا بيشنت تو اوبن ذا جو اجينست ماي ريزيستنس. افتح بقك. ما يهمناش برضه يا جماعه احنا دكاتره فيسيولوجي، ما يهمناش المصل دي لاترال ولا ميديال. عشان نبقى صراحه معاك دكاتره الفسيولوجي لا تعرف شيئا عن الاناتومي، ومش فارق معانا، احنا جايين نقول فانكشن. اناتومي بقى اوريجن وانسرشن، انتوا كطلبه يعني احفظوا الكلام ده.
وطبعا مش شغلتنا يعني انا ما اقدرش اشرحها صراحه يعني دي نقطه مهمه يبقى دي التيل جوي صح ولا لا كده ده العنوان رقم كام في الاكزامينشن 2 سنسوري قلناه موتور قلناه ناقص 2 يلا بقى رقم 3 ثالث اكزامينشن عندنا هتكتبوا اسمي جو ريفلكس ثالث اكزامينشن جو ريفلكس حد يا جماعه استلم الهامر محدش جاب حاجه الفكره هنعمل ايه بقى الطريقه اللي احنا هنعملها هنطلب من العيان يفتح بقه فتحه صغيره اكتبوا كده ask the patient to open the mouth half open عارفين يعني half open هقول لي ايه افتح بقك فتحه صغيره كده half open شايفين يعني ايه مش يفتح للاخر لا half open هجيب انا اصبعي اكتبوا بقى الطريقه put the index شايفين يا جماعه الاندكس اهو هنعملها لكم put the index on the chin يا جماعه مش هتقلق حاط صباعي put the index on the chin احط صباعي على ده واجيب الهامر بتاعي فين ضربه الهامر هضرب على صباعي طب يا دكتور انت اولا ليه حطيت صباعك عندكم كذا سؤال حطيت صباعي ليه من الاساس لو انا جبت الهامر وهضرب هنا هكسر سنانه فاهمين قصدي؟ يبقى اول حاجه انا هضرب على صباعي والضربه تتنقل من صباعي يا جماعه للتندون اللي تحته ما هو ولا لا؟ فاكرين تجربه البايسبس الاسبوع اللي فات؟ الدكتوره عملت ايه او الدكتور عمل ايه في السكشن؟ افكر جاب ايد العيان مش عمل سبورت ولا لا؟ وحط صباعه على البايسبس تندون فاكرين؟ ايوه عشان خاطري افتكرنا اي حاجه انا هعمل شغل لوحدي يعني فاكرين فاكرين كمل وبعدين ضربنا يا جماعه على مين؟ على الصابع والدكتوره قالت لكم بتضرب ليه على صباعك؟ لانك لو ضربت على التندون على طول مين اللي ميت يا مين؟ بريكيارد عشان اخاف اعوره هنا انا خايف على ايه؟ على التيس فهضرب على صباعي الضربه دي هتتنقل من صباعي الانسرشن اوف ذا تيريجويد ماسل انتوا معايا ولا لا؟ هتتنقل للتيريجويد ماسل اللي المفروض تعمل ايه في الجو؟ ما المفروض تقفله السؤال بقى المهم هل يا دكتور لو عملناه على واحد طبيعي وضربنا على صباعه هل الجو بقه ده اللي فاتح فتحه صغيره هيقفل؟ اكتبوا نورمالي nothing to cares في الطبيعي مفيش حاجة هتحصل. أمال أنت بتقولوا ليه؟ افتكروا إمتى البق يقفل؟ لو البق قفل سؤال يبقى الريفلكس ده نورمال جو ريفلكس ديتكت مين؟ أفر موتو نيورون ليجن. يا جماعة أنتوا معايا؟ الموضوع مش تسميع مش هم أربعة تيست هعمل الأربعة. الطلبة الأوائل تتصرف إزاي؟ بصوا بقى الطريقة. الأوائل عندهم خبز. يعمل السنسور ويعمل الموتور ويفوت دي فاهمين قصدي دي ما يعملهاش لان انا سميني نورمال ولا لا ويعمل الرابعه يعني اللي بعدها اللي انا هقولها فيجي الدكتور في الامتحان يساله يقول له هو انت ليه ما عملتش الجو ريفلكس فيقول له حضرتك بتطلع نورمال لو انت عايزني اعملها هعملها بيتبسطوا ليه بقى؟ بيفهم ان انت فاهم ان دي مش مطلوبه في النورمال بيبل انتوا معايا ولا لا حضرتك مش مهمه مش هيحصل حاجه بس انا ممكن اعملها فهمتوا قصدي ولا لا ناقص لنا التست الرابع بص بقى لو بيشنت لو واحد اصل يا جماعه ابر موتور نيورو ويجي معناها شلل نصفي لو واحد جاي لي طبيعي ماشي على رجله ما عندوش اي مشكله خالص مش ضروري ان انا اعمل عليه جو ريفلكس لكن لو واحد جاي لك اساسا العياده طبعا عامل كده ايه الوضع بتاع السيمي فلكس الوضع بتاع الابر موتور نيورون ليجن لسانه تقيل ما يعرفش يتحرك على كرسي يبقى ده عنده جاله صدمه او عارفين ستروك زي ده السكته الدماغيه والحاجات دي فانا عامل له حد يا جماعه معاه قطنه منديل طبعا هو ايهاب مش عارف اللي هيعمله هتبص يا ايهاب الناحيه بصوا بقى الفكره
وعايزين بقى منديل او قطنه صغيره. طبعا هو اجمل حاجه ان هو ما جابوش اي حاجه. بصوا يا جماعه هنجيب طبعا المفروض قطنه صغيره. هجيب قطنه صغيره خالص وهبرمها. فاكرين القطنه بتاعت اول سنه؟ كانت قطنه هايشه تو تاتش. هنا ليه انا بقى هبرمها؟ انا عايز بص بقى الحلو كده يا المس عينين. يعني ايه بتلمس عينين؟ يا جماعه كلنا عارفين ان العين بتاعتنا في جزء في بياض وجزء في سواد. عندكم الفكره بالمعلومه دي؟ هنلمس القطنه فين؟ يا جماعه الكلام ده عملي. الجزء البياض حاجه اسمها كونجنكتيفا، معرفش اسمها ايه، معرفش معناها ايه بالعربي، تقريبا المدحمه او حاجه كده. السكليره هي الصلبه، ده اللي انا فاكره. بس المهم البياض لا، السواد لا، امال هنلمس القطنه فين؟ اكتبوا تاتش ذا جانكشن، ذا جانكشن بتوين ذا بلاك بارت اند ذا وايت بارت. يا جماعه بصوا على عينين زميلكم، مش ده السواد بتاع عينيه وده البياض، انا هلمس عينه عند اتصال الجزء الاسود يا جماعه بالجزء الابيض. انتوا معايا؟ هو ده اسمها كورنيا او قرنيه، دي قرنية العين اكيد سمعتوا عنها. كورنيس كبيرة. طب اسم الريفلكس ده ايه؟ كورنيا ريفلكس. ليه انا بقول له يبص على الجنب؟ ركزوا معايا، انا عايز ما يبصش على اللي انا هعمله، لان هو زميلكم طالب في سنه ثانيه. يعني لما يجي الدكتور في الامتحان يقول لك اعملي ترايجيمينال نيرف على زميلتك، زميلتك عارفه ان من ضمن التستات اللي هتحصل ايه؟ انك هتلمسي القرنيه بتاعتها، فهي هتخاف من الاول وتغمض عينيها. فيجي الدكتور في الامتحان يعمل ايه؟ ياخدك على جنب ويقول لك انا عايزك تعمل الترايجيمينال نيرف، وفجاه تروح انت لامس عينيه. لما هلمس عينيه شيء طبيعي هيحصل ايه؟ هتقفل ولا مش هتقفل؟ هتقفل. هيقول لك طب ده ليه حصل؟ اكتبه بقى واي ذا اي كلوزس. واي ذا اي كلوزس during touching the cornea. يا جماعه الكلام ده كله والله تسالوا فيه، مش المس العين وخلاص، تلمسها فين؟ وتلمسها بأي قطنه؟ وحجمها قد ايه؟ يعني الكلام ده كله مهم. بصوا بقى هقول لكم النقطة اللي تهمني قوي. ليه احنا عينينا غضبانة؟ اكتبوا بقى معايا الإجابة اللي هو عايزها. الإجابة هي الأفرنت بتاعنا دي. مين اللي حسسك بلبس الغوطة؟ ترايجينال ولا لا؟ ما ترايجينال؟ أنهي ديفيجن من الترايجينال؟ سل. أوف سل. فاكتبوا على الأفرنت أوف سلمك ديفيجن أوف ترايجينال نيرف. صح؟ هو اللي قال لك انت لمست القطن. طيب مين اللي حس، مين اللي ادالك الامر انك تقفل عينك؟ اي مين؟ مين الايفلوت؟ صح؟ زميلتكم قالت صح، فيشيال نير. طب السؤال بقى اناتومي، هو الفيشيال نير ادى الامر لانهي مصل انك تغمض عينك؟ اوربيتالس اوكيولي. بالظبط، اوربيتيولاريس اوكيولاري. يا جماعه ركزوا في اسم مهم قوي، لان في طلبه من السرعه، هو يعني من السرعه ما خدش باله. اوربيكيولاريس اوريس. يا جماعه اوريس دي حاجه ثانيه خالص، يبقى انا هقول له اوربيكيولاريس ايه؟ اوكيولار. وساعات بيتسال الكورنيا ريفلكس بطريقه رخمه، يقول لك انا عايزه، بصوا مش انتوا كده ماشيين دلوقتي سيستماتيك، ممكن الدكتور يسالك سؤال في النص في العمل، قولي لي تيست يختبر تو كرينيال نيرفز، هتقولي له ايه؟ كورنيا. انتوا معايا ولا لا؟ يعني ممكن السؤال يجي بالعكس، فالطلبه تتخض، لا يا دكتور ما خدناهوش، فالناس تقلب بقى في دماغها العمل، ايه ده؟ ما خدناش حاجه كده. مين التيست اللي يختبر تو كرينيال نيرف؟ كورنيال ريفلكس. ليه بيختبروا؟ لان الافرنت تراي جينيرال والافرنت فيش. اه ولا لا؟ طب افرض لو عملته على سنينكم وما غمضش عينيه، يبقى يا اما العين في الترجمه او العين في الفيش. طب نتاكد ازاي؟ عادي، اعمل التيست بتاع مين؟ طلع شغال، يبقى العين في الفيش او العكس صحيح. في اي صعوبه؟ يبقى دول النيرفات بتاعتنا. نيجي بقى اخر كرينيال نيرف بتشرح رقم 7.
فيشيال نير. السبعة ده هو بمنتهى الأهمية ولذلك خدتوه في الأناتومي بالتفصيل. طبعا مش هنسأل بقى على الكورس والريليشنز والحاجات دي. بس ركزوا بقى معايا. الفيشيال نير سنسوري بس ولا موتور بس ولا الاثنين؟ يا جماعه ميكس النير. هسأل سؤال بقى، هو سنسوري ازاي؟ يعني الفيشيال نير بينقل انهي احساس سنسوري؟ فارس مسافر. حد عارف؟ تيست سنسيشن. بص بقى يا جماعه، بتقول ايه هو سنسوري؟ اللي هو بينقل التيست سنسيشن. بينقل التيست. يعني ايه التيست؟ ايه؟ سويت ريسبتورز. هتاخدوا يا جماعه الكلام ده في المحاضرات سبيشال سنس. عظمة من ربنا ما حصلتش. اللسان هنقسمه أربع أجزاء، عارفين قصدي إيه؟ في ريسبتور هنا على طرف لساني يحس بالحاجة المسكرة. أنا عارف الناس عايزة تقول ما أنا ممكن أحسها في أي حتة، حسب مكان الريسبتور، ممكن المملحة فين؟ طب الحاجة اللاذعة قوي تتحس فين؟ دي أماكن وفي خريطة للطمي. أنتوا معايا؟ طب نرجع لموضوعنا. حاجة المسكرة على طرف اللسان. طيب هو مين النيرف اللي بيروح للديبو بزطن؟ فيشيال نيرف. فيشيال نيرف هو اللي بيديلك الإحساس إن حاجة دي مسكرة. طبعًا هل هنعمل التجربة دي في العملي؟ طبعًا لا. مش معقولة بقى وأنا جاي الامتحان حاطط في جيبي قالب سكر وحاطط نعناع. طبعًا لا، أنا بقول له المفروض نعمل كذا. بس في نقطة بقى مهمة للخلاصة بقى، هيسألك هل الفيشيال نيرف شخصيا هو اللي بينقل الإحساس بالجسم؟ ولا برانش منه؟ برانش. اسم برانش ايه؟ كوردا تيمبانال. كوردا تيمبانال. ودي مهمة جدا. كوردا تيمبانال. يا جماعة ده طبيعة الشغل عندنا كده، ما تقولش المعلومة كاملة من الأول. قطعني الإجابة. ايوه بجد، ما هو انت كل ما بتيجي تقعد معاه فتره اطول وبترد على اسئله هو بيحس احساس خاطئ انه سالك اسئله كتير. قول له فيشيال نير. السؤال اللي بعده انهي برانش؟ كوردا تيمبانال. يبقى كده كانه سالك سؤالين. في طلبه من الاول حميه بتاخدها كوردا تيمبانال مش اذا برانش وفيشيال نير. فالدكتور يقول له طب استنى هسالك، خلينا اكمل. خلاص انت كملت وجاوبت على سؤال واحد. طب اسال سؤال بقى، طب مين اللي حاسب الوسيوس؟ تسعه. اللي اسمه جلوسكو فارنج. انتوا معايا ولا لا؟ دكتور يعني هو التيب فيشيال وانتر بيسير بايه؟ امال كله فيشيال. بس التيب بالذات الحاجات المسكره اللي هي السويت. سؤال بقى، هل فيشيال نيرف بينقل سنسيشن غير التيست؟ ايوه. اكتبوا التيرز. الدموع. سبيشال لاكريماتوري. بس ده طبعا التيرز دي لاكريمال جلاند وحاجات كده، فاكتبوا يا جماعه التيرز. يا جماعه التيرز. هو سنسوري ليها ولا موتور ليها؟ هو ليها سنسوري ولا موتور؟ ايه التيرز؟ انا اقصد ان هو رايح للتيرز موتور ولا سنسوري؟ لا سنسوري. سنسوري؟ شوفت بيعمل موتور. لا هو سنسوري احساس الاول سنسوري وبعد كده بيعمل موتور. انت قصدك بيعمل موتور. يا جماعه في كمان ان هو التيرز ده مش موضوعنا الاساسي، الموضوع الاساسي هو التيست. نيجي بقى للموتور بقى، نرجع بقى لسبيل. هعمل موتور اكزامينشن ازاي؟ بصوا بقى انا عايز اسالكم ودي اخر حاجه بجد هنقولها، بقيه النيرفات كلها مش هتفرق معانا كتير وهتشوفوا الموضوع ماشي ازاي. مين هم الماسلز سبلاي والفيشيال نيرف؟ الفيشيال اكسبريشن دي اسمها ايه؟ لما اجي ابص للسقف فرونتالس مصر صح؟ فرونتالس وساعات بيسموها كوروجيتور. فرونتالس او كوروجيتور مصر او مش مهمه دي. اللي بتخلي فيه تجاعيد في الفور هيد بتاعك. هطلب من زميلكم ايه؟ هقول له ارفع حواجبك، اكتبوا الكلام ده. يا جماعه ده هتعمله عملي مش هزار. الموتور اكزامينيشن هقول لزميلي في الامتحان ارفع حواجبك. ليه الكلام ده صح؟ طالما ساعات تعمل حاجه غلط يبص في السقف، وانا لو بصيت في السقف هل الفور هيد عمل حاجه؟ ارفع حواجبك. تاني حاجه غمض عينيك جامد.
لما يغمض عينيه ده اوربيكيولاريس اوكيولاي اه ولا لا؟ المصل اللي بعدها انفخ باكسينيت صفر باكسينيت. فاكتبوا الكلام ده، الكلام ده انت هتقوله عملي. هطلب من زميل انفخ صفر غمض عينيه ابتسم حتى يعني حتى الابتسامه برضه. طب ايه المصل بتاعت الابتسامه؟